غنوة صباح الخير. بونجور. من السنة الماضية للسنة اشتقنا لك. ميرسي أنا بالأكثر. ينعاد عليك ينعاد يا رب عليك كمان وعلى كل المشاهدين. يا رب. غنوة معك دايما رح نتابع بالموضة وشو الأزبط وشو الأنسب وشو الأصح تحديدا، لأنه دايما بتخبرينا أنه في شيء مزبوط وفي شيء مش لازم نعمله، لأنه في خلينا نقول مثل يعني قواعد هي بترشدنا لحتى نكون نحن بشكل مناسب أو لا. بموضوع المانتو هلا وقته. يلا هلا وقته. المانتو هو من البيزك ومن الماست هاف بالخزانه، هدول من الاساسيات. فينا نستبدله بشيء اسمه ترانش كوت، يعني ما يكون كثير ولا جوخ ولا صوف ولا وول، بس بدنا نفرق بين الفيست. الفيست غير المانتو، يعني المانتو من مواصفاته انه هو يكون كمه طويل وسميك، ولازم يكون يا ببوتون يا بزرار ومن تحت له فتحه. يعني هيدا كمان بده يكون طويل من الركبه ونزول يعتبر مانتو. من الركبه وطلوع صرنا بفيست طويله او صرنا بدومي مانتو. عم نحكي نحن عن اليوم حديثنا رح يكون عن المانتو يلي كل العالم رح تعوزه، ان كان شباب وان كان صبايا ومدامات، واكيد الاولاد. الولاد بيروحوا على قصص سوفت اكثر، بيروحوا على الكوبفان بيروحوا، بس نحن وقت عم نحكي بالماست هاف بالخزانه عم نحكي عن المعطف يلي هو اساسي. اسود لازم يكون اول، اذا ما عندي ولا مانتو بخزانتي وهيدي كثير رار، اكثر شيء لازم يكون عندي الاسود. هلا من هون ورايح ببلش فيني فوت بالترند بالموضه بالقصص يلي نازله بالتفنجات، بس اكيد الاسود هو يلي لازم يكون عندي بخزانتي ولازم يكون تقريبا بيزك. يعني ما بدي انا احط بخزانتي مانتو يكون بين انه هيدا موديل السنه، يعني يلي له مثلا فرير او يلي له قصات معينه مبينه انه هيدي السنه. الترند السنه كتير متشعبة، رح احكي عنها بشو دارجة وبرجع بحكي عن تفاصيل الاجسام، كل جسم شو يتفادى يلبس. لانه نحن مننصح شو لازم تلبسي لكل جسم، بس حسب الشخص هو قديه مقتنع بافكارنا. يعني كإيمج كونسلتنت انت عليك تعملي له اورينتاسيون، حبز ولحقك هو اللي رح يكون ربحان لا او لا، الشغله بترجع له. يعني ما فيني انا مثل ما بيقولوا انه اجباري، لا مش اجباري، هيدي تتبيني انت بلوك احلى. هلا المانتو يلي عنده شوي هيك اللي بيريح فيه انه منه الاساسي، لانه قطعه شتويه وبالشتاء بهمنا نتدفى. اكيد نضلنا بلوك مناسبه بألور معينه، بس ما انه هو الاساس، يعني مش هو اللي رح يبين لي مزبوط تفاصيل جسمي. اذا انا شكل جسمي مثل الابل او شكل مثل البوار او وات ايفر، المانتو بيجي مثل اكسسوار اكثر. مهم تكوني عارفه من اي لون والقصة والقماشة. أكيد بلشنا نحن هلأ يقطعوا معنا صور، معنا مجموعة من الصور، معنا مجموعة من الصور. رح أحكيكم أول شيء، رح أحكي شوي عن الترند السنة. الترند السنة نازل كتير اللاتكس، القماشة يلي مثل الجلد ولميعة كتير. هيدي هلا ترند السنة لاتكس، شفناها السنة الماضية كمان. السنة لاتكس وروج. روج اوكي. الاوفر سايز بعده، بس رح يبلش يختفي الاوفر سايز، يعني يلي بعد ما اشترى اوفر سايز عنده بعد هيدي السنة، وبعدين بده يبلش بده يختفي. عندنا الجلد كمان والمانتول كتير طويل، يعني دارج الجلد يلي طويل، دارج المانتول الجلد يلي فيك تلبسيه از دريس، يعني وقت بتكوني مبكلتيه فيك تكوني لابستيه دغري على جسمك، انت ولابستيه ببين دريس، او فيك ترجعي تفتحي كل البوتون او الزيبر او الاكسسوار يلي عنده اياه وتلبسيه على هيدا الاساس. اللاتكس اللميع مع الفروه على القبه. بدي ابلش احكيكي شوي عن الاجسام. اللي شكلها تفاحه، سوري بنستعمل هي التعبير بس تنوضح شوي للعالم او تنسهل كمان تنسهل الصفه. بتجرب قد ما فيها ما تلبس من فوق المانتو عليه اكسسوار، يعني جرب تهرب قد ما فيها عن الفرور على الرقبه او على الكتاف، لانه هي بتكون من فوق ضخمه. وقت بدها تشتغل باكسسوار او بدها تشتغل بقصه معينه بالمانتو تبولا، تركز على البارتي اللي من خصره ونزول. بدنا نتفق كمان على شغله، انه كل الاجسام بالمانتو، لانه المانتو بيعطيكي حجم زياده، قد ما فيكي
تكوني رابطتيه بسانتور، يعني يكون عنده فورم مع سانتور، هيدا اللي رح يحلي كل الاجسام، هيدا على كل الاجسام رح تزبط بس يكون في سانتور. اذا ربطتي سانتور حتى لو وحده سيده مليانه على البطن انه تربط؟ تربط لانه المانتو ديجا ضخم. وقتها بتربط بيعمل لها شوي هيك بيعمل لها شوي هالشيب اللي منحوته شوي. سو بجرب قد ما فيها اللي جسمها تفاحه ما تلبس المانتو يكون كتير ايبوليت تابوتو، يعني عنده كتاف يعني زايد الكتاف. الايبوليت السنه موجودين ولا مش كتير؟ موجودين بس مش كايبوليت، ايبوليت موجودين بالكمام. يعني الكمل الكم المنفوش، بس هيدي ما بيلبق لهالقصة الا اللي جسمها ريكتانجل مقلوب، يعني كتافها بيكونوا كتير ضعاف ومن تحت شوي ملانه. سو تعمل هالاوموجين بين فوق وتحت بتعرض شوي كتافها او بتلبس شيء عليه اكسسوار من فوق. الابل بنجرب قد ما فينا نلبسها المانتو يكون بس بزرار مش دوباتي. الدوباتي بضخمها زيادة، يلي بزرين لحالهم بينحفها زيادة. مثلا هون هيدا مش محبذ أبدا للأشخاص يلي شكلهم أبل، هيدي محبسة يلي كتافها كتير صغار سو بتعبي من فوق فوليوم وفيها تتركه مفتوح. هون بين الصور اللي رح يقطعوا اللي بتلاحظي انه كلهم عم بيربطوا السانتور لانه كتير دارج، فيكي تستبدلي المانتو السميك والضخم بالترانش كوت، بس هيدي بترجع حسب كل شخص قد ايه هو شو بحب وقد ايه بيتحمل. في ناس ما بتحمل ابدا تلبس صوف او تلبس جوخ او بتفضل انه تكون لابسه كتير شيء خفيف. هون عم فرجيهم اوكي البير، يعني البوار يلي جسمها مثل المجاصه، بتبعد قد ما فيها عن المانتو يلي له اكسسوارات على الهونشيت. يعني مثلا هذا المانتو اللي عليه جيبتين ابدا ما مش محبس تكون لبسته، بده يعطيها بعد حجم اكثر من هون، بده يعطيها حجم. البوار بنجرب قد ما فينا الا تلبس القصه يلي بتعطيها فوليوم من فوق بتخصورها ومن تحت بيكون لها فراك، يعني بتعرفي هول بيلبسوا هيك مثل تنوره بس تبرمي بتبرم معك، هيدي القصه اللي بتفلش ما بتفرجيني الجسم بتخبي وما بعرف انا تحته شو في، اذا هي ملانه مش ملانه تما نعطيها ضخامه اكثر. وجرب قد ما فيها تلبسه طويل لانه كل ما بتطولي بالقصص كل ما بتنحفك بتنحفك اكثر. هون عم نحكي كمان عن يلي جسمها كلها سوا من فوق لتحت، يعني بتجي مثل ريكتانجل من فوق لتحت. اهم شيء لها واهم نقطه لها تربط خصر، او اذا بدها تخليه مفتوح صحيح بس تكون لابسه شيء من تحت يبين لها خصر تما تبين هي هيك انه بلوك مثل بلوك واحد. بتاني صورة هون عم فرجي كذا لوك، بمعنى إذا بلاحظة على الكتف يلي المانتو يلي ورا قد ايه في عليه، هيدا كثير بيعطي ضخامة. حلو وقتها بدك تلبسي، ما فيك تقولي للعالم والله أنت اليوم ما تلبسي هيدا، جربي يكون شعرك مضبوب تما تعطي ضخامة على ضخامة. يعني وقتها بيتصوروا هدول الصور بيبقوا شاغلين على تفاصيل معينة، بتشوفيهم بتقولي واو شو حلوين، بيجي حدا يلبسهم يي ليه ما طلعوا علي نفس الشيء، بس ما فيها العجقة اللي موجودة على الكتاف وشعرك مفلوت عليها وكل، يعني ديتاييات بسيطة نحن يمكن ما بنكون هالقد منتبهين لها، هي اللي مشان يعني هيك بنلفت النظر عليها. اللي جسمها كتير ملين وضخم لانه مش على طول يلي جسمها حلو بتحسي انه كيف ما لبس رح يطلعوا حلوين، أكيد. دورنا نساعد يلي معذبه شوي بجسمها وهيدي خلقه ربنا مش انه هي بارادتها هيك. هن اوقات بيعجقوها مثل تنقول شعرها فريزي كيرلي تركته لابسه فرير لانه دارج وحتى حلق كبير، يعني دغري رح يطلع هيك اللوك. نركز على شغله وحده عبالنا نبينها، هيدي الفكره. وقتها بتكوني انت كثير ملانه جربي روحي على الوان غامقه حتى لو دارج البيج، ما البيج بيوسع. اذا انا ملانه ولابسه بيج وشعراتي كيرلي وفلتتون عجقتها على الدنيا كمان شو لابسه اوقات، يعني الكنز السنيكي اللي فوقها موتو هي ديجا رح تخلي الثاني اذا عم بشوفك يعبي يتعب. ايام بتحسي تعب نظرك ما عرفتي ليه.
او انت مثلا بتقفي قد المرايه بتقولي في شيء انا مش عم بيزبط معي، ما بعرف شو، منخفف شوي ونظهر بس قطعه وحده عبالنا نظهرها بتيابنا، هي اللي بتعطي هالاليغانس، بتعطي هاللوك الغير شكل الملفته للنظر، مش انه قطعت انا ما حدا شافني او ما عنيت لحدا. اوكي همنا وقت بنلبس مانتوي هو الدفى، بس انه فيني اتدفى بطريقه مناسبه مش طريقه عجقه. هون الاوفر سايز اذا ملاحظه هيدي الجسم تبعوتها هو قش، بس عرضت كتافها لانه الترند بهالكمام اللي شوي ضخمين من هون، هيدي ما بحبذها للكل وبالاخص للي جسمهم مالين. عندنا كمان بعد من القصص اللي كثير دارجه هن الكارو بقلب الكارو، هيدي يلي عندها كتير جاكيتات وعبالة اكسترا او عندها يعني مانتو مش تعتمدوا اذا ما في غيره يعني. ايه هلا بالتصوير ما بتلاقي غلط انه لابسه الانيمال برنت مع الكارو، بس هيدي عم يعملوا هن دعايه بهيدي الصوره، بس تشوفيها لايف انه انيمال برنت وحتى فوق منه كارو، كارو جري غامق وكارو جري فاتح وروج، مش كل شيء بنشوفه بالصوره فينا نلبسه بالواقع. بس يلفت النظر لانه داعي مثل ما عم بتقولي، في كثير قصص بنشوفها وهدول الجراند براند يعني بينزلوا شو ما بدهم كيف ما يبرموها، بتشوفي بتعلق بتطلعي فيها. بس قد ايه بيغلطوا فيها يعني البعض وبيجوا لعندك بيقولوا لك طب ما نحن شفناها هيدي محطوطه كثير على كفر او شيء، ليش انه انا ما بدي البسها؟ بس هن ما بياخذوا بعين الاعتبار انه الباك جراوند لعب دور، البوز لاعب دور، الإضاءة كل شيء، الإضاءة لعبة دور، يا ما قصص كتير عوامل بتأثر بالبوز بتخليك أنت تشوفي كل الصورة مع بعضها واو، تانديكو على الواقع منك هيك. بعدين جسمك غير جسمها، طولك غير طولها، تقسيم الشيب تبعولك غير الشيب تبعولها، مش كل شيء لازم ننقله، بس نتعرف على جسمنا بتساعد الامور. رح كفي لك بعد انه نحن تقريبا وقتنا انتهى، يعني فينا بعد نشوف صورة قبل ما نختم؟ نعم خبرينا بعد، هلا هلا بنرجع تقطع صوره ونختم فيها. بس بدي احكي عن الجسم ويت. مين انا صورتي؟ رح احكي عن الجسم ويت لانه هيدي ما حكينا عنها، يلي هي بتعتبر ايديال، هيدي فيها تلبس المانتو اوبن مفتوح مثل ما هي بدها، كل القصات بتلبق لها، بس اذا عبالها تبين سكسي اكثر هون بننصحها انه تلبس البلت او السنتور وتربطه على خصرها بيفصلها اكثر، بس هي الويت كل الموديلات بتلبق لها. حلو نيال كان 100 سنه بالدنيا غنوه، نحن وقتنا انتهى، ما حكينا بعد اذا وحده لبسه مانتو حتى فولار بتعرفي بالبرد وهيك، كمان بركي كمان بلقاء تاني بعد من رح نعمل حلقه عن الفورير لانه سالوني كثير ايمتى نلبسها وايمتى ما لازم نلبسها. مظبوط بنهار بالليل وعم نشوف هلا يعني كله لانه ماشي لانه ما بقى كثير عم نعرف. على كل حال بدي اتشكر حضوريك معنا، اهلا وسهلا فيك، بنشوفك ان قررت بلقاء تاني لحتى نفوت مفصلا بموضوع الفورير. مشاهدينا نحن فاصل صغير وبنرجع لحتى نختم معكم. We'll be right back.